هذا يسأل عن غض البصر عن الصور وعن الأشياء الفاتنة، هذا طيب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو بيغمض، ما هو بيغمض عينيه، ولكن يغض بصره، يغض يصرف بصره عن الشيء الفاتن. أما تغميض العينين هذا ما أمرنا الله به، ما قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم، قال يغضوا، يغضوا من، شوف، من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، من تبعيضية، لأنه بحاجة إلى النظر. فهم لم يؤمروا بتغميض العينين، إنما أمروا بغض البصر عن الحرام. نعم.